السلام عليكم. من كام يوم انكر برضو نزلت سماعه جديده تحت ال 2000 جنيه اسمها انكر لايف بي 2 ميني. يا ترى السماعه دي اخبارها ايه؟ هل هي كويسه؟ هل هي مش كويسه؟ ارشحها ما ارشحهاش؟ المايك والسماعات والصوت والكلام ده كله عامل ازاي؟ انا كريم الشرقاوي وان شاء الله في الحلقه دي هتشوف مراجعه كامله عن تجربتي مع سماعه انكر الجديده. كان في حد قال لي في الكومنتس ان هو المايك يعني محتاج ان هو يتغير وكده، بس للاسف يعني احنا نحاول امشي دلوقتي بالحاجه الموجوده باذن الله. برضو زي ما انا بطور في السيت اب وبطور في معدات التصوير وجبت كاميرا جديده وبتاع، الحلقه اللي كنت لسه عاملها من شويه واضاءه وكده، ان شاء الله برضو هطور من المايك بس واحده واحده، لان انا فعلا يعني حتى المنتجات دي انا بشتريها من فلوسي، مفيش اي شركه بتديني سبونسر او حاجه. فالتجربه اللي هقولها لك دلوقتي على السماعه دي هي تجربتي الحقيقيه من السماعه، وزي ما احنا متعودين قبل ما هقول التجربه تفصيليه واحده واحده هقول لكم الفيرست امبريشن او الانطباع الاول اللي انا شفته اول ما خرجت السماعه دي من العلبه دي واستخدمتها. يلا بينا نشوف اول انطباع. ده معاد الفقره بتاعت الفيرست امبريشن، اول لما فتحت السماعه، لسه اول مره بفتحها واشوفها عامله ازاي. دي سماعه ساوند كور لايف بي 2 ميني، فانا اول ما فتحتها السماعه العلبه بتاعتها حلوه قوي وشكلها جميل وكل حاجه، ولما بتفتح العلبه فيها طبعا هي شاحن تايب سي، وفيها من قدام ده الزرار اللي بيتعمل له ريسيت، وفيها ثلاثه انديكيتور، لو هو واحد بس يقول لك ان هي مثلا ما بين 50 و30%، لو اثنين ما بين 30 و70%، لو ثلاثه ما بين 70 و100%. فدول الانديكيتورز بس بتوعها لما بتخرج السماعه. شكلها حلو في الودن، شكلها يعني لطيف في الودن، مش مضايقاني في ودني خالص، وداخله بشكل تمام في ودني، مش متلخلخه وماليه ودني كله. السماعه ما فيهاش نويز كانسلنج ولكن هي ان اير، فهتديك نويز كانسلنج كده يعني من عند ربنا. بيجي معاها اير تيبس كتير قوي من اول سمول لغايه اكس لارج، حاجه كويسه عشان تشوف بقى انت عايز تبدل بينهم ولا لا. اول حاجه قابلتني في السماعه دي هي ان كان في صعوبه جدا في ان انا الاقي التحكم بتاعها، لغايه ما فتحت اليوزر مانيوال وفهمت منه حاجات كتير. هي بتشتغل باللمس، بتلمس الحته دي اللي هي بتاعت ساوند كور دي اللي انت بتلمسها. لا مش ده صوت انكر خالص، لا ده صوت الار 100 ولا اللايف اللي عملنا عليها الليبرتي اللي عملنا عليها ريفيو ولا اللايف ولا اي حاجه من انكر، مش ده صوت انكر خالص. قعدت ابدل ما بين المودز بتاعتها، للاسف مفيش صوت يقول لك انت في انهي مود. صوتها عالي جدا، دي حاجه انا لاحظتها، ولكن مش احسن صوت انا سمعته. ده بصراحه اول تجربه او فيرست امبريشن ما عجبتنيش خالص. ده بالنسبه للسماعات. لسه ما جربتش المايك، عايز اجربه مع اكتر من حد، هجربه في الشارع وهشوف برده هي عامله ازاي في الشارع وكده وهقول لكم. وايه لو حطيتها كده في العلبه عادي، ممكن استخدم سماعه واحده عادي. لو مشغل الاغاني معلي على الاخر اللي جنبك هيسمع انت مشغل ايه. برضه حاجه ما عجبتنيش مش موجوده في الابلكيشن بتاع ساوند كور. كل حاجه دلوقتي، بعد كده هقول لكم بقى لو اكتشفت فيها حاجه تانية. الحقيقه التجربه المبدئيه دي يعني خانقاني، حاسس ان انا مش مبسوط، خصوصا ان سعر السماعه غالي، فانت بالسعر ده مش دي الحاجه اللي انا كنت مستنيها بصراحه. كمان مش موجوده على الابلكيشن، حاجه غريبه. انكر شركه غريبه جدا جدا بصراحه. يلا يلا نروح نكريم في المستقبل. يلا انا هتفاعل، يلا يلا نروح نكريم في المستقبل. ده كان اول انطباع ليا اول لما مسكت السماعه دي. بعد كده السماعه دي دلوقتي بقى لها معايا تقريبا اسبوعين بستخدمها استخدام كامل، بستخدمها جوه البيت وبره البيت وفي الجيم وفي كذا، يعني باخدها معايا في كل حته. فهنشوفها. طبعا علبه السماعه، هي نفس العلبه الكلاسيكيه بتاعت انكر، مكتوب عليها ان هي فيها الترا كومباكت سايز و10 ملم درايفر، 3 اي كيو مودز، و8 ساعات استماع للسماعات بالشحنه الواحده، بمجمل 32 ساعه، وكلير كولز وذ اي اي نويز ريدكشن. يعني المايكات هنا فيها نظام التشغيل ارتفيشال انتليجنت، يعني ذكاء اصطناعي، هو اللي بيعزل صوتك عن الاصوات اللي حواليك، مش المايك نفسه هو مثلا اللي قوي، لا ده السوفت وير بتاع السماعه. بيجي معاه 5 اير تيبس ويو اس بي سي كيبل. مانيوال هقول لكم برده مره كمان لازم تقروه، لان انا قريته بصراحه، لان اول ما طلعت السماعه دي زي ما شفتوا كده انا ما عرفتش استخدمها. دي علبه سماعه، علبه كوزي قوي وجميله جدا، شكلها شيك. العلبه بتيجي بلون اسود، ولكن انا اشتريتها من اتصال، قالوا لي لا هو ما فيش منها غير الاسود بس. بتيجي زي ستراب كده او حزام كده اسود اكتر ميتاليك، علامه برضو انكر بتبقى اسود شويه. بيجي فيها من ورا مخرج الشاحن التايب سي، ومن قدام في ثلاث لمبات انديكيتور على حاله شحن البطاريه. لما بنفتح من جوه نلاقي الزرار اللي بنعمل منه ريسيت جوه العلبه، ده بيكون شكل السماعات. الكيس بتاعت السماعات بتلم التراب وكمان بتبصم، فدي حاجه مش حلوه فيها خالص. مع الوقت بعد شويه هتحس ان هي بقت لو كواليتي او مش حلوه لو انت ما حفظتش عليها قوي قوي قوي، يعني انت بتحطها في جيبك بتبقى معاها مفاتيح وفضه وبتاع، فللاسف الحاجات دي بتجرحها، وده ظاهر هنا شويه مش عارف هتشوفوه ولا لا. العلبه دي هي سهله الفتح والقفل، وصوتها مش عالي خالص، صوتها لطيف وانت بتقفلها ما بلهاش صوت تقريبا. ادي ده الانديكيتور بتاع السماعه، من هنا هتبقى بيقول لك مثلا مش هو بشكل كامل، هتبقى ثلاثه. علبه سماعه من البلاستيك، والسماعه تقدر ان انت تحطها في جيبك، تقدر ان انت تحطيها في الشنطه عادي جدا، مش هتاخد اي مساحه. برضو
بشكل بلاستيكي، ولكنها يعني ايه، يعني تحسها قيمه شويه. كمان شكلها في الودن لطيف، وتصميمها حلو، مريح جدا في الودن. يعني انا ما تعبتش خالص وانا حاططها في ودني، زي ده بيكون شكلها ما تعبتش خالص، وما حسيتش بيها تقريبا لما باخدها معايا في مشوار او حاجه، ما بحسش بيها تقريبا في ودني، وبكون مرتاح جدا وانا لابسها. ودي نقطه مهمه جدا، ان انت تكون مرتاح وانت لابس السماعات بتاعتك. انا لبست الاير تيب اللي كان جاي معاها عادي، ما اضطرتش ان انا اغير اي اير تيب من الاير تيبس اللي موجوده. سرعه الاتصال بتاعه السماعات دي قويه جدا، وهنا هنتكلم عن البلوتوث. البلوتوث بتاعها بلوتوث 5 بيقدر يديك لغايه 10 متر، فدي حاجه كويسه جدا. انا كنت بستخدمها في مساحات مختلفه ما كانش بتواجهني فيها اي مشكله خالص، يعني كنت مثلا في الجيم ولا حاجه، فبحط مثلا التليفون في حته مثلا قريبه مني، وانا مثلا انا جاهز بلعب، فكنت عادي ما فيش مشكله. في نفس الوقت مثلا لو بتكلم في البيت او حاجه، والتليفون مثلا في الاوضه، وانا رحت مثلا اعمل حاجه في اي اوضه ثانيه او في المطبخ او حاجه، برده ما بيفصلش، وكانت حاجه كويسه جدا. التوصيل بتاعها حلو، وده بالنسبه للكونكشن او التوصيل بتاع السماعات. تعالوا بقى كده نمسك حاجه حاجه. نمسك اول حاجه ايه بتهمكم؟ البطاريه. البطاريه زي ما قرينا فعلا هي السماعه في الشحن الواحده بتديك 8 ساعات استماع على المستوى المتوسط، مش على اعلى حاجه ليها، يعني تقريبا على 80% من الصوت. دي فعلا بتعمل كده، ومع العلبه بتوصل ل 32 ساعه. السماعه نفسها في العلبه عشان تشحن من العلبه، لو السماعه نفسها العلبة الشحن بتاعها خلصان، تشحن تقريبا في 45 دقيقه، ولكن لو شحنتها بس لمجرد 10 دقائق تديك ساعتين استماع، ودي حكايه كويسه. العلبه نفسها لو خلصانه بتشحن معاك في ساعتين وربع، يعني وقت كبير شويه، ولكن مقارنه بان انت لو معاك شحنه واحده من دي او 10 دقائق ديك الساعتين اللي تقدر تسمع فيهم، فدي حاجه كويسه جدا، وانت دايما تشحن العلبه دي كويس. انا في خلال تجربتي الاسبوعين دول ما فصلتش مني ولا مره، ما شحنتهاش ولا مره، لان انا ما وصلتش بصراحه ان انا اسمعها 32 ساعه، يعني كنت بسمعها بس مثلا رايح مشوار بقفلها تاني، فده كان بيحافظ مثلا لو انا مثلا بتكلم مع حد او قاعد مع حد، فكنت بقفلها، فكان بيحافظ على عمر السماعه معايا. في مشكله هنا بس صغيره، ان انت مش هتعرف السماعات دي مشحونه كام، يعني انا مثلا لما كنت انا بستخدمها على ايفون مثلا، او لو انت بتسمعها على موبايل اندرويد، لان هي مش موجوده على التطبيق بتاع انكر، انت مش هتبقى عارف هي الشحن بتاعها كام، فبتفصل منك على طول. دي حاجه مش حلوه، ما فصلتش مني ولا مره، ولكن ده اللي هيحصل اكيد، لان انا ما اعرفش الانديكيتور بتاعها كام، ده على طول حتى ده هنا، ولكن بعرف الانديكيتور بتاع العلبه هو دلوقتي على لمبتين، فخلاص انا كده ببتدي اترجم على طول. التحكم في السماعه دي بيكون عن طريق اللمس. بتلمس، لازم تلمس علامه انكر دي. لو لمست فوق شويه او لمست تحت شويه مش هيعمل الاجراء اللي انت عايز تعمله، ودي حاجه مش حلوه خالص في السماعه. السماعه دي التحكم فيها عن طريق ان انت هتدوس دوستين هتوقف الاغنيه او تشغلها او ترد على المكالمه. لو دوست دوسه طويله لمده ثانيتين على السماعه اليمين هتجيب الاغنيه اللي بعديها، لو على السماعه الشمال هتجيب الاغنيه اللي قبليها. لو دوست برده لمده ثانيتين تكنسل على المكالمه. لو دوست ثلاث دوسات على السماعه الشمال هتشغل الفويس اسيستنت، ولو على السماعه اليمين هتعمل بدل لك ما بين الثلاثه مودز بتاعتها. ثلاثه مودز وهي ستاندرد، بيس بوست، وبودكاست. تعالوا بقى نتكلم في الحته دي شويه. من الحاجات الوحشه اللي ما عجبتنيش في السماعه زي ما انتم شفتوا، حته ان انا ما اعرفش على انهي مود، يعني ما فيش مثلا مود بيقول لك انت هنا في البيس بوست، انت هنا في السيجنتشر بتاعهم اللي هو الستاندرد، او انت هنا في البودكاست. لا، انت بتجرب مع نفسك، لو انت ما تحس البيز عالي كده شويه فهي خلاص تمام، هي دي كده البيز بتاعها. وده ياخدنا لحته الصوت. الصوت بتاع السماعه دي بصراحه مش احسن صوت انا سمعته في السماعه، يعني في سماعات ثانيه كان صوتها احسن منها، وهي مثلا يعني مش رخيصه، هي سماعه تقريبا قربت من حاجز 900 جنيه، فسماعه بالسعر ده الصوت فيها ما يكونش بالبيز القوي. لا، البيز هنا في السماعه دي مش قوي خالص، يعني البيز عادي مش بريميوم مثلا، لو بيحسسك بالفخامه كده. سماعه صوتها عالي جدا بالمناسبه، يعني سماعه مثلا مش صوتها واطي او كده، وما فيهاش نويز كانسلنج، خلي بالك، يعني هي علشان بتملى ودنك بتبقى ان اير، فهي انت بتحس بالنويز كانسلنج مجرد ما تعلي شويه وخلاص. فعلا بتعزل الاصوات اللي حواليك باللي هو زي ما قلت لك عشان هي داخله جوه ودنك، لكن مش العزل التام. العزل التام بيكون في المايك، وده هنتكلم عنها في الحته بتاعه تجربه المايك ان شاء الله. السماعه كمان ما فيهاش مستشعر للتقارب، يعني انا مثلا لو شلتها من ودني الاغاني مش هتقف لوحدها، واللي انا مشغله مش هيقف لوحده، ولكن انا مثلا اول ما بخرجها من الكيس بتعمل اتصال تلقائي بالتليفون، ولو دخلتها الكيس بتقفل تماما، ومش بحتاج مثلا ان انا اعمل افصل الكونكشن بتاعها من البلوتوث. صوتها اوفرول عجبني، مش وحش ومش حلو، يعني اللي هو الصوت العادي، فده هو ده بالظبط الحاجه اللي قفلتني منها. هي كمان التحكمات بتاعتها، ان انا لازم ادوس على العلامه بتاعت انكر، دي كانت حاجه بصراحه صعبه جدا مش عارف ابلعها. الالعاب، السماعه دي استخدمتها في لعبه ببجي، وكانت كويسه جدا 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 بالنسبه لي، ما كانت يعني حاجه 10 على 10 بصراحه. لكن انت برضو زي هقول لك زي كل حلقه، لو انت راجل جيمر، انت راجل واخد الموضوع بجد وهكذا، هات لك سماعه من سماعات اللي هي مخصصه للحاجات دي. انا لعبت بيها ماتشات عاديه كراجل مش بقى رانك بقى وبتاع، اللي هو عادي بلعب عادي بستمتع وبرانك اه كل حاجه، بس اللي هو مش واخد الموضوع على صدري قوي، يعني مش عايز الحق السيزون والكلام ده. فيعني بكل اختصار انا كنت بسمع الدبات، الناس جايه منين وكده، والاجواء محيطيه وكل حاجه، بس برضو انا مش عايز اقول لك تعتمد عليها، وهي اصلا مش موجهه للجيمرز والكلام ده. في سماعات ثانيه بتعمل لك جيم مود وهكذا، فدي مش من ضمنهم، ولكنها بتأدي الغرض. نيجي بقى لتجربه المكالمات.
والسماعه دي حاجه غريبه جدا يعني، ما اعرفش ليه الشركات بتيجي مثلا في السماعات اللي هي تحت ال 1000 جنيه دي تقول لك هتاخد صوت كويس مش تاخد مايك كويس، هتاخد مايك كويس مش هتاخد صوت كويس، مش عارف. طب ليه ما تديني يا عم قيمه مقابل سعر بقى عادي، الكلمه دي بتضايق ماشي انا عارف، بس لا انا عايز قيمه مقابل سعر يعني كله يبقى متوازن، مش تيجي تشد الجاكيت البنطلون يضرب والكلام ده. فالمايك بتاع السماعه دي بصراحه بفضل الاي اي اللي موجود فيه اللي هو العزل الالكتروني الموجود فيه بتاع الضوضاء، جامد 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 جامد. هو بس الصوت بيبقى فيه ايكو طبعا شويه لان ده عزل الكتروني او عزل سوفت وير، فهو عشان كده بتحس فيه يعني سنه ايكو، ولكن ده عادي طبيعي جدا، مش مضايق يعني مش مضايق اللي بيكلمني خالص. انا اتكلمت منها في البيت، اتكلمت منها في الجيم، اتكلمت منها في الشارع، واتكلمت منها في المترو والمواصلات، والصوت كان بصراحه الله اكبر جامد جدا في كل الحاجات دي. هنعمل تجربه للمايك دلوقتي، انا قاعد في اوضتي عادي، هكلم اخويا هو في اوضه ثانيه خالص ونشوف المايك عامل ازاي. طب انت سامع صوتي بشكل واضح ولا لا؟ اوكي، يعني بتسمع صوتي بيكرر مرتين ولا تحس ان انا قاعد في حته فاضيه؟ اوكي ماشي، شكرا يا مستر حميد. فدي كانت تجربه سريعه للمايك، المايك بتاعها بيقول لي انا سامع صوتك عادي، بس انا حاسس ان هو انت قاعد في الحمام او قاعد في حته فاضيه، فاللي هو الصوت فيه ايكو. فبرضه عشان هي بتستخدم الاي اي نويز كانسلنج في المايك، في الارتفيشال انتليجنس نويز كانسلنج ده اللي هو النويز كانسلنج بيتعمل عن طريق السوفت وير بتاعها. فدي تجربتي انا الشخصيه في المايك، المايك بصراحه بتاعها احسن مايك انا جربته تحت ال 1000 جنيه. دي كانت كل حاجة عن السماعات. السماعة دي سعرها انا جبتها من اتصال ب 899 جنيه، على امازون بتكون موجودة ب 850 جنيه. ايه من هاي للسماعة دي ان سعرها غالي جدا، ممكن كانت تبقى ب 600 جنيه 700 جنيه زي اختها الاربية، وكانت هتبقى سماعة جبارة بصراحة. كان ممكن اتغاضى عن مشكلة الصوت اللي هو مش احسن حاجة، هو الصوت حلو عالي وكل حاجة، بس مش ده ال 900 جنيه، مش هو ده. فدي مشكلتي الوحيدة معاها. ارشحها لا ارشحها جدا بالنسبة للناس اللي كل شوية بتيجي لي في الكومنتس يقول لك المايك ضايع في الشارع. خلاص يا باشا ده المايك ده هيبقى خلاص، يبقى انت المايك ده اشتريه هيبقى يكون معاك جامد جدا. برضو انا عايز انوه على حته معينه جدا، المايك ده مش زي مايك الموبايل، ما تجيبوش تقول لي الصوت فيه ايكو ماشي عشان ما حدش يكلمك يقول لك صوتك حاسس ان فيه صدى صوت، انا مش دعوه بقى باللي انت بتكلمه او اللي انت بتعمله. لا يا باشا، مايك التاني هيسمعك، التاني بقى عنده مشاكل اللي يبقى ربنا معاك. عايز تجيب مايك زي بتاع الموبايل، هاتك سماعه موسيلك وحط المايك عند بقك كده زي ما انت بتشوف الناس تكلم، هتلاقي الصوت معاك حلو قوي. برده ساعات هتلاقي في ديستورشن لو انت جايب السماعه اللي هي بتاعت المترو دي. رب الحلقه تكون عجبتكم، لو اتفرجت على الحلقه لغايه دلوقتي انا مبسوط جدا جدا بيك بجد، هبقى مبسوط اكتر لو عملت سبسكرايب للقناه ولايك للحلقه لو عجبتك، وعملت شير مع اصحابك المهتمين يشتروا سماعه جديده. شكرا ليك انك اتفرجت على الحلقه للاخر كالعاده، بشكرك، سلام عليكم.